سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وبخير. وانتم كتشوفوا هاد الوجهات، المهم بزاف الناس كيفاش بدلتوا لو نون ديال القناه. ساره شنو كديري؟ يوسف شنو كديري في القناه ديال ساره؟ اول حاجه انا اللي خصني نجاوب صراحه على هذا السؤال، شنو كندير في القناه ديال ساره؟ هو انني غادي نولي نصور مع ساره فيديو، بما اننا حنا واحد الحمد لله والشكر لله، دونك خصنا نكونوا اي حاجه كنديروها نديروها بجوج. المهم قبل ما ننسى، هذه ما بقاتش قناتي، ولات قناه ديالنا بجوج. علاش؟ منين جات الفكره؟ كيفاش تقررتوا؟ بزاف ديال البنات بداو كيسولني على يسرى، فين هي يسرى؟ شنو كدير يسرى؟ بحكم خدرت قناه هذه شي شهر، لحت فيها ثلاثه الفيديوهات، كنت كتقول لي ساره فاش كنبغي نحط فيديو كنحس بلا ديموتيفاسيون، حتى كتكوني معايا وقتها حتى انا، دونك قلنا علاش لا من يعني قناه وحده. داكشي اللي كيعجبني انا كيعجب يوسف، دونك غادي نحاول اننا نميكسيوه وندير لكم ان شاء الله كل فيديو، كل نهار يتحط فيديو. بيان سور راه انا فرحانه نهضر، انا ما خصكش تبقاي تهضري بزاف، خصني نص بحال مثلا نديرو 20 دقيقه 10 دقائق ليا و10 دقائق اللي كنتي. المهم منين جاتنا الفكره؟ صراحه هذه الفكره من شحال هذه، ويا ماما كتقولنا نديروها، وبابا الله يرحمه، وخوتي صحاباتي صحابات ملك اللي برا، خواتاتي الناس اللي كنعرف في التياتر، البنات اللي ساكنين مع ملك برا صحابات ملك، مهم اللي كيبغونا بصح تنصحنا هاد النصيحه عفوا. وانا قلت علاش لا انا وساره ما نديروهاش، واصلا بابا الله يرحمه كان ديما تيبغي يشوفنا بجوج. انا عارفه الى 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 صورنا فيديوهات وبقينا انا وساره ديما بجوج، الله يخلينا لبعضياتنا ويخلينا ماما انا وكاع الناس اللي كنبغيو، غادي يكون فرحان. دونك نتمنى عافاكم، نتمنى تدعمونا وشوفوا ما غتشوفوا غير الزوين، غير الزوين. انا ويسرى حيت لاحظت انا ويسرى فاش كنكونوا بجوج كنخلقوا واحد الجو كيكون عفوي، واحد الجو كيكون عرفتوا موتيفي لواحد الدرجه ما يمكنش. شنو صبتي الشرك؟ ما عجبنيش، خلي ودابا واش ويا نسينا هادو محلولين، ماشي مشكل. ماما كتقول لنا ديما عليك تنساو، دي انت اللي خليتهم محلوله، انت اللي خليتهم محلولين، عاد دابا لبستي انا من قبل وانا لابسه التريكو. المهم كملوا ليكم. كما قلت لكم فاش كنكون انا وسار كنصورو فيديو كنلقاو راسنا اننا موتيفيين، شي وحده كتنوض الاخرى بزاف ديال الحوايج. دونك قلنا علاش لا، ما القناه ديالي وهي اللي غتكون ديالي انا ويسرى، غتشوفوا فيها دي فلوغ، غتشوفوا فيها دي روتين، غتشوفوا فيها دي تشالنج، خصوصا البال حتى يسرى راكم عارفين وليت مولوعه بالبال. ماشي مولوعه يسرى، اباغ راه كاين شي دي بياس كنشاركهم معاكم كنكونش انا اللي خديتهم، يسرى اللي كتخدم كتبرهني، يعني اللي ما عارفش يسرى يعني هي معايا لا في لا كرياسيون ديال لي زاوتفيت، لا في البال، لا في كلشي كتكون يسرى معايا. دونك قلنا علاش لا، ما ان شاء الله في الفيديو الجاي شنو غيكون يسرى؟ الفيديو الجاي غادي يكون لا ما نحرقوش اصاحبتي، لا لا ما بغيناش نحرق لكم المراحل، مي داكشي اللي غادي يجي والله حتى زوين، اقسم لكم الا ما كنبغيش نعرف، مي داكشي كله زوين. ولقيتونا اصلا حنا خدامين عليه، غنوريكم غير خدامين انا ويسرى على الكونتوني اللي غنديرو في يوتيوب. باش ما نساوش تيك توك والانستغرام ديالي، والتيك توك والانستغرام ديال يسرى غادي نخلي لكم كلشي في الديسكريبشن بوكس. عطيكم خصني نشوقهم الانستغرام باش تعرفوا الانستغرام ديالي، غنخلي لكم هاك هنايا والانستغرام تاع هنايا. المهم المحتوى اللي درت جديد هو زوين بزاف، والله انا متاكده غيعجبكم، اصلا لقى اقبال كبير، وانا لقى اقبال درت ثلاثه ديال لي فوتو وثلاثه ديال لي فيديو زوينين، ستايل جديد ما عمر شي حد دارو، اصلا انا من الكرياسيون ديالي، وبطبيعه الحال عاونتني ساره وماما وتجدتي الله يخليها لينا. كرياسيون ديال لي ستايل، كرياسيون ديال بيرسوناج، كنكري بيرسوناج باللبسه ديالو بالسميه ديالو لي بيتي ديتاي ترد ليهم البال، وهذا ستايل جديد بزاف على عليكم، دونك انا متاكده انه غيعجبكم، غنخلي لكم هنايا وبطبيعه الحال الانستغرام ساره هنايا. سامحينا يدي يوا صافي، هادشي اللي كاين الصراحه حتى في تيك توك حتى في تيك توك. المهم بغيت نهضر لكم على واحد القضيه، بزاف غيسولوني على المبادره،
المبادره صرا شنو درت فيها؟ علاش ما عاودتيش هضرتي عليها؟ شنو جاوبي عليا؟ نقدر نجاوب انا. المبادره محدنا ما باقي ما لقينا اقبال، باقي ما لقينا ربي يسمح لي التفاعل، ما غاديش نديروها ما غاديش نبداو، ولكن غادي تدار الى لقينا تفاعل في الفيديوهات الجايه وحتى الفيديوهات القادمه. حيتاش الا لاحظتوا القناه ديالي غداو غداو كتهبط، القناه ديالي القناه ديالنا غداو كتهبط. لم لي فيو لم كاينين، ما كنبغيش نهضر بزاف على الموضوع، ما كاينين شي اشخاص بلا ما نذكر الاسماء ديالهم كيحاولوا يطيحوك، فانا كنقول لكم ما عمركم غطيحوني لا انا ولا اختي، بالعكس كل ما كطيحونا كل ما حنا كتزيدونا واحد النقطه، بالنسبه ليا نقطه قوه كنزيدو كنخدموا بها. ما كنبغيش نهضر بزاف حيت انا واحد الانسانه ولا انا يسرى ما كنبغوش نديرو البز على الخاوي، راه بامكان نشوفوا البز عادي وتقدي ديريه بجميع الطرق. مي انا يسرى ما عمرنا غنوصل واحد القضيه انا نديرو باد بز، بالعكس البز اللي نبغيو نديروه نديروه يكون زوين، يكون بوزيتيف، يكون عنده قيمه، يكون عنده معنى، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يديروا البز بلا معنى، غير كيشوهوا داكشي. حنا ما بغيتش نديرو، واخا كنت بغيت نهضر عليها، واخا قالت لي يسرى بلا ما تهضر عليها، ما بغيت نهضر عليها، هو ان القناه ديالي كانت غتسد وعطوني مهله وتسد ليا، وكنقول كنقول يا ربي تكون معايا وندير كونتوني زوين انا ويسرى ونخدم بلا ما نوضح بلا ما نكثر ونقول لا ونوضو ساعدوني وكذا، داكشي ما كاينش. مي الا كنت مكتبه انا هذه القناه تصدقيه ما كانتش مكتبه، غتلقاوني انا ويسرى كل نهار كنحط لكم فيديو، كل نهار كنحاول نعطيكم شي حاجه كتعجبكم، وخصوصا انا ويسرى اي حاجه كتعجبنا راه كنلقاو فيها راحتنا وكنلقاو انا راسنا كنخدموا عليها بزاف. فكما قلت لكم ما عمر هذوك الناس اللي نيجاتيف وكيبغيو يطيحوني انا ويسرى وكيشوفوك وتصوروا معايا واخا شافوا المبادره غنبداها وكذا، لا محطمين، خصك انت ما توصليش، خصك انت ما تحطيش فيديو. هذا هو الانسان الخبيث. ولكن كنقول لك ما دمت ولا ما المهم انا ما عنديش معلومه، ما دمت زعما تبغي تطيح فيا راه ولا تطيح مني ولا ما عرفتش شنو كتبغي دير، راه ديما غتبقى لتحت، ما عمرك غتوصل لهنا. الا بغيتي توصل خصك تخدم على راسك، خصك دير كونتوني ديالك وثق في الله، وثق في الله سبحانه وتعالى، وثق في القدره ديالك وتخدم. ولكن ولكن هي ساره ما يمكنش انا نقول نكذب على راسي، انا تنبغي نطيح واحد وتنحفر له حفره ونبقى نقول يا ربي عاوني، لا لا لا، هذه ما كاينش اللي كيحفر في شي حفره كيطيح فيها من الاخر، وحنا ما عمرنا ما غنطيحو حيت حنايا انا وساره انا وساره وملك مرضيات بثلاثه، لا من بابا الله يرحمه ولا من ماما، وهادشي كافينا بزاف 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 اننا نكونوا مرتاحين. وكيعاوننا معنويا، اننا نخدمو ونزيدو. فما بغيناش نكثروا عليكم، ان شاء الله تسناو كل نهار فيديو. عاودي يا يسرى، كل نهار فيديو. كل نهار فيديو، كنحاول ما امكن نلقاو كونتوني اللي غيكون مناسب لي انا ويسرى، بحكم هي كيعجبها كرياسيون دي بيرسوناج كديرو في التيك في يوتيوب في الانستغرام ديالها في تيك توك، وانا عندي لي زاوتفيت والبال وداكشي، مي كنحاول انا نميكسيو في اليوتيوب تلقاو شي حاجه زوينه. بيان سور غادي دوز معنا روتينات ديال الشعر، شوفوا الشعر افون والشعر ابخي، وغادي تشوفوا معنا واحد المهم اي حاجه كنديروها في حياتنا غادي تشوفوها معنا. فما بغيتش نكثر عليكم، ونخلي يسرى تقول كلمه اخيره باش نقول لكم السلام عليكم. الكلمه الاخيره ديالي هو اننا دعمونا، شوفوا حنا خصنا نكونوا في واحد الحاجه كنديروها هي ان شي يدعم شي وشي يعاون شي. الا دعمتيني الا دعمتيني ولا دعمتينا انت ببارطاج ولا بجيم ولا بكومونتير ربي غيعاونك في شي حاجه اخرى، دونك حاولوا تدعموا شي حاجه اللي تكون زوينه. أنا... وحيدوا عليكم التفاهه حيت التفاهه لا تدوم. داكشي اللي كنقول انا، بالعكس كاين شي نوع كنشوفو كيبقى يدخل التفاهه التفاهه التفاهه، وشي انسان كيكون بزاف منا ماشي غير حنا الناس كيديروا واحد الكونتوني زوين وما كيوصلوش، ما بدينش بقدره الله غيوصلوا، غير خصهم خصهم يكملوا. ولكن واحد الحاجه كنامن بها، فاش كتلقى التفاهه طالعه كاع هذوك اللي كيطلعوا راه حتى هما تافهين وحق الله، لان ما تقوليش واحد انسان واعي غيطلع يدخل يتفرج في واحد الحاجه اللي لا فائده لها وما غتفيدني ولا تقدر ندخل في شي حاجه كتضحكني، شي برانك تضحكني، كيعجبوني لي برانك اللي كيديروا بزاف الناس لي فلوغات، ولكن ندخل شي حاجه اللي اصلا كطيح منا كحنا كشعب مغربي مسلمين. دونك هادشي اللي كاين، ما بغيتش نطول عليكم، وبسلام عليكم. نسيت واحد الحاجه، عافاكم قبل ما تحبسوا الفيديو ترحموا على بابا وعلى جميع المسلمين يا ربي، وباي باي. قل خيرا او اصمت. السلام عليكم.